من هو الأعمى؟ رجل ولد أعمى وقضى 30 عاما من حياته أعمى، ولكن مع تطور الطب أتيحت له فرصة أن يقوم بعملية تجعله يبصر، فذهب إلى المشفى وأجرى العملية وبالفعل نجحت. فجاء الطبيب وأزال الأربطة من على عينيه، ثم فتح عينيه ليرى النور لأول مرة في حياته. هي حالة لم تتكرر سوى مرات قليلة جدا في العالم كله، أن يبصر رجل بعد أن يولد أعمى. ردة الفعل كانت مفجعة جدا، فلم يستطع أن يميز أي شيء يراه، لأنه قضى طوال حياته منذ أن ولد وهو يتعرف على الأشياء عن طريق اللمس، فهو لا يعرف ما هي التفاحة إلا باللمس، ولا يعرف معنى الألوان ولا حتى شكل الإنسان. فهذه كلها أمور لا يفهمها ولا يترجمها إلا من استخدم عينيه من قبل. عقله ارتبط طوال حياته باللمس، ولا توجد أي صلة بين عينيه وعقله. قضى الأسابيع الأولى بعد العملية وهو كالأعمى، فهو يبصر ولكنه لا يفهم ما يبصر. ثم بدأ يتعرف على الأشياء تدريجيا، يرى التفاحة فلا يعرفها، ثم يلمسها فيتعرف عليها. مضى على هذا الحال أشهر، ولأنه لم يعتد على النظر من قبل بدأ يلاحظ أمورا كثيرة لا يلاحظها الإنسان العادي. بدأ يرى تعابير الوجه البسيطة ويتعرف عليها، فأصبح يلاحظ تعابير النفاق والكذب والارتباك، وهي أمور لا يلاحظها الإنسان العادي إلا من أعطي الفراسة. ومن هنا فهمت معنى الفراسة. أصبح صاحبنا يستمتع بأمور لا يلقي لها الإنسان العادي بالا، يستمتع بشروق الشمس وغروبها، يستمتع بمنظر الطفل البريء وهو يبكي، يستمتع بمنظر الطيور وهي تحلق في السماء. بعد عدة أشهر حدث له أمر، ولأول مرة جاءته حالة ظلام مفاجئة لثواني معدودة، ثم عاد بصره مرة أخرى. تكررت هذه الحالة لديه عدة مرات، فذهب إلى الطبيب الذي أجرى له بعض الفحوصات وقال له: يؤسفني إبلاغك أن المشكلة في عينيك قد عادت مرة أخرى، وأنك ستفقد بصرك خلال أيام. يا الله، شعور رهيب شعر به ذلك الرجل بعد أن قضى أشهرا وهو يرى بعينيه. وبالفعل بدأت حالته تزداد سوءا، وما هي إلا أيام معدودة وفقد بصره مرة أخرى. ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون. عندما سئل ذلك الرجل عن هذه التجربة التي مر بها قال: ليس الأعمى من لا يرى، وإنما الأعمى هو الذي لا يشعر بما يراه ولا يتدبر فيه. فكم من بصير يرى بعينيه ولكن قلبه لا يرى شيئا، وكم من أعمى البصر ولكن قلبه يرى. نعمة البصر أحبتي في الله من أعظم النعم، فلنحمد الله عليها في سجودنا اليومي. هذه القصة قرأتها في كتاب للأستاذ أحمد الشقيري، فأحببت أن أنقلها لكم في رسالة مسجلة، والفكرة والغاية منها متعددة. فالموضوع ليس فقط على البصر ونعمة البصر، ولكن الفكرة في البصيرة نفسها. ودمتم في أمان الله. جراحي هدايا القدر، أليست جراحي